السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية جديدة من كتاب الله عز وجل. طبعا احنا شفنا، قلت في الفيديو اللي فات، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقلتها من الفيديو. هنا بقى الآية التانية، الثانية بتقول بقى، الأولى الثانية بتقول إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تاني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون ربنا عز وجل، الله عز وجل قال الذين يؤمنون بالغيب، ما قالش الذين يسلمون، ما قالش كلمات كتير، بس حدد الذين يؤمنون بالغيب تحديد. انا واحد من الناس مؤمن بالله. الغيب كلام سليم، الغيب ده لا يعلمه الا الله. طب انا لحد دلوقتي عارفين، حتى في سورة البقرة في آية بتقول ايه، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضها على الملائكة قرآن بقول بما، يعني الاخر الآية هنا بقى ربنا قال الذين يؤمنون بالغيب. طب انا محدش عارف الغيب الا مين؟ الا الله، كلام سليم، الا من رحم ربه. يعني في ناس لله، ممكن تقول مثلا ايه الكلمه دي هتقع، مثلا هتقع فعلا. انا ممكن الاقي 50 جنيه ده غيب، بس ربنا قالها لي ان انا اقول حاجه هتحصل في المستقبل. في بعض الناس كده ربنا ايه الهمها، كلام سليم. الذين يؤمنون بالغيب، مثلا الغيب ده لا يعلمه الا الله. انا مثلا قبل امي ما تموت بكم يوم حسيت ان هي هتموت، انا حسيت قلبي بيقول ان هي هتموت، فمؤمن انا بالموت عشان ربنا عز وجل ايه انزلوا علينا بالحق، الموت علينا حق، كلام سليم. انا حسيت ان هي هتموت، باين عليها علامات الموت باينه، ما الموت ده غير، بس امتى وفين والساعه كام والسنه كام الله بس اللي يعلم، كلام سليم. الذين يؤمنون بالغيب ده، الغيب الموت، الغيب يوم القيامة، الغيب أشياء هتحصل في الغيب لا يعلمها إلا الله، وإذا حصلت يؤمنون بها. يعني مثلا لما أمي كانت الله يرحمها ويجعل مأواها الجنة، قبل ما تموت أنا حسيت إن هي هتموت، مفيش يعني إيه علامات الموت بعيدة، علامات الموت باينة في أمي الله يرحمها، أنا حسيت إنها هتموت. فأول ما الموت جه، أنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، انتهى خلاص، مفيش كلام تاني يتقال، جبت من القرآن، كلام سليم. ده الغيب، ده الغيب، كلام سليم. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، الصلاة ده مش ان انا اقيم الصلاة في اوقات غير اوقاتها. يعني ايه؟ انا ممكن مثلا في الشغل مثلا
عشان جده لازم أصلي، ويقيمون الصلاة مش ويأجلون الصلاة أو يؤخرون الصلاة، لا هو يقيمون الصلاة في وقتها، في وقتها وفي أذانها. مثلا الظهر جه عندي، لا أصلي العصر ده خلاص، بعد ما يخلص صلاة أنا هصلي. بس فين بقى؟ في الشغل، في الشارع، في الجامعة، في أي حاجة، بس في الميعاد إيه؟ في ميعاد الصلاة. ويقيمون الصلاة في أوقاتها، في أوقاتها. الصلاة أنا الصلاة مش صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر، لا. ويقيمون الصلاة، الصلاة هنا صلوات كتير، زي مثلا صلاة رمضان في العشر، في العشر الأواخر، كلام سليم، صلاة التهجد. صلاة التهجد ده ويقيمون الصلاة، صلاة التراويح ويقيمون الصلاة، كلام سليم، صلاة النوافل، صلاة قيام الليل ويقيمون الصلاة. الصلاة صلوات كتير، مش تحديدا مش العصر ولا الظهر ولا المغرب، بس ربنا عز وجل ييسرها، ييسرها. لأن القرآن يسر وليس عسر، إنما لازم لازم. ويقيمون الصلاة، هنا بقى القرآن كله مفيش آية أنزلها الله عز وجل في القرآن كلام سليم إلا ويقول إيه؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أو ممكن ومما رزقناهم ينفقون. يعني إيه؟ ما عدا في سورة الشورى في آية واحدة، ما عدا في سورة الشورى في آية واحدة، ألاقي ويقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إيش معنى الآية؟ المصحف كله، القرآن كله كلام سليم، أنزل ويقيمون الصلاة وبعدها ومما رزقناهم ينفقون، يعني إيه؟ يتصدقون وينفقون، كلام سليم. في القرآن كله ما عدا في سورة واحدة، سورة الشورى، كلام سليم، ويقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وبعد كده إيه؟ ومما رزقناهم، كلام سليم، ومما رزقناهم ينفقون. النفقة في حديث قدسي، في حديث قدسي الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إذا أنفقت أنفقت عليك، أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. الزكاة، الزكاة، الزكاة دي أول واحد، أول ما آدم يموت نفسه في حاجة واحدة كلام سليم، نفسه يزكي، نفسه يزكي. في آية في القرآن مش فاكرها، قال إيه؟ مش فاكرها، يعني مش فاكرها، أنا أقول لك معناها كلام سليم. الميت أول ما إن هو هيموت كلام سليم، وهيموت خلاص ومات ويتحاسب كلام سليم، قال إيه؟ رب لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا مما تركت. نفسه ان هو ربنا يحييه تاني عشان يزكي، الحاجه الوحيده، ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل اي حاجه، يزكي، يزكي. تعرف ليه؟ حتى لو تمره، كلام سليم، رسول الله قال اطفئ غضب الرب حتى لو بشقه تمره. الزكاه دي حتى في رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، قال لي: عائشة، يا عائشة، ما بقي من الشاة. فالسيدة عائشة أم المؤمنين قالت إيه؟ قال له: أخرجتها كلها ما عدا الزراع، ما عدا الزراع. قال: لا، وبقي الزراع؟ قال: لا، قال: بقي كلها ما عدا الزراع. يعني أنت تطلع 5 جنيه مثلاً، بس انت ما معكش الا 5 جنيه في جيبك. لقيت واحد غلبان مسكين كده وحالته تعبان، تعمل ايه؟ اديله فلوس حتى لو ربع جنيه، حتى لو ربع جنيه كلام سليم، هتلاقيه
هتلاقي عارف في عيالك في ولادك في حياتك في مماتك. والذكاء كتر تطلع الذكاء او الذكاء بتيسر الجنازة في دخول القبر، بتيسر الجنازة في دخول القبر. سبحان الله، والله أعلى وأعلم. ومع لقاء آخر إن شاء الله تكمل هذه الآية، ومما رزقناهم ينفقون.